الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي قال إن المستشار عقيلة صالح أنهى زيارة لجمهورية مصر العربية عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري والمبعوث الأممي للأمم المتحدة مارتن كوبلر ورئيس الأركان العامة للجيش المصري المكلف بملف الأزمة الليبية. وأكد المريمي لقناة ليبيا الحدث أن صالح التقى أثناء عودته بعمداء ومشايخ وأعضاء مجلس النواب المصري ومحافظ مطروح في منطقة السلوم حيث تناول الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والعلاقات المشتركة بين البلدين. استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في مقر القيادة العامة بالرجمة استقبل جمهور وإدارة وعدد من رياضي نادي النصر الرياضي الثقافي الاجتماعي. وبحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي فإن اللقاء جمع أيضا عميد بلدية بنغازي العميد أحمد العريبي هذا والتقط الحضور صورا تجمعهم مع المشير حفتر. أصدرت صحيفة روسية تقريراً يصف القائد العام المشير خليفة حفتر بالمنقذ وأكد تقرير سعي حفتر إلى إقامة نظام خال من المتطرفين بكافة أشكاله في ليبيا سائلاً في الوقت نفسه عن جدوى عدم دعم الغرب للجيش الوطني. قال عميد بلدية بنغازي أحمد العريبي إنه تم تفقد أماكن ومقرات عقد جلسات مجلس النواب ببنغازي وأضاف العريبي أنه تم منح مقر لديوان المجلس رسميا بالمدينة لمباشرة عمله من خلاله مضيفا إنهم يأملون في أن تنطلق جلسات المجلس ابتداء من الأسبوع المقبل. أكد رئيس وحدة الدوريات بمدينة بنغازي على منتسبي الدعم والحماية الذين تم تعيينهم مؤخراً أكد على احترام المواطنين في الطرقات بمدينة بنغازي جاء ذلك خلال الجمع الأسبوعي الذي ضم المنتسبون الجدد حيث تم توضيح التعليمات والأوامر التي تتعلق بطرق التعامل مع المواطنين في الاستيقافات والحواجز الأمنية. علمت قناة ليبيا الحدث من مصادر خاصة أن بعض الميليشيات المسيطرة على شركة ليبيانا بالعاصمة طرابلس تقوم بحملة اعتقالات واسعة للعاملين والإيقاف عن العمل بشركة ليبيانا بالمنطقة الغربية. وأوضحت المصادر أن هذه الميليشيات تقوم بعملية تجسس على ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة والسياسيين المعارضين للإسلام السياسي وكذلك إيقافهم لمدير الشركة بالمنطقة الشرقية في وقت سابق بسبب اعتراضه على إرسال الرسائل وبقرار تعسفي. أصدر حكماء ومشايخ ومؤسسات المجتمع المدني بلدية الأبيار بياناً أكدوا فيه على دعمهم الكامل بعميد البلدية الجديد المكلف من قبل الحاكم العسكري درنا بن جواد. وأوضح الحكماء خلال بيانهم بأنهم يرفعون الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون. أصدر أهالي الفرع البلدي قبرجيرة بياناً يباركون فيه انتصارات القوات المسلحة في تحريرها الموانئ النفطية وأوضح الأهالي استنكارهم الكامل التدخل الغربي في الشأن الليبي الداخلي ومطالبين بطرد المبعوث الأممي مارتن كوبلر. ولمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وتليجرام وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة كما يمكنكم أيضا متابعة البث المباشر على موقع القناة الرسمية ليبيا الحدث دوت تي في. شكرا للمتابعة وفي أمان الله.